في الطريق من القدس إلى يافا تقع اللد على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غرب القدس. ذكرها ياقوت الحموي في معجمه أن اللد بالضم والتشديد هي قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين. فتح مدينة اللد القائد المسلم عمرو بن العاص واتخذت عاصمة لجند فلسطين إلى أن بنيت المدينة التوأم لها الرملة. احتل الصليبيون اللد واستعادها صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين. تضم المدينة إلى اليوم منذ عهد الصليبيين بئر الزنبق، ومن عهد الفتوحات الإسلامية بئر الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف.